دائما إذا قال لك واحد رحم الله والديك، تدري شي يسوي بوالديك هذا؟ تقول الرواية ينادي الله من بطنان العرش، الله الله مو الملائكة، يا ملائكتي خذوا من فاكهة الجنة وضعوها في طبق من ذهب وخذوها إلى عبدي في قبره وقولوا له هذه تحفة فلان إليك. هذه قيمة رحم الله والديك، وهذه كلمة بسيطة أنا وأنت نقول على بعضنا البعض، لكن أنت لو تتصدق نيابة عنهما شنو مقدارها؟ وإذا تقرأ الفاتحة لهما شنو مقدارها؟ إذا تزور نيابة عنهم شنو مقدارها؟